الوقوف عند غرق المحافظات والعاصمة بغداد الذي يتكرر مع هطول أول زخات مطر، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان المهندس المتخصص في العمارة حيدر الحمداني. أستاذ حيدر، مرحبا بكم. يعني غرق الشوارع، تعطل المصالح أصبح الظاهرة في العراق مع هطول الأمطار، بما تفسر ذلك سيادة المهندس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم حضرتك والمشاهدين الكرام، رمضان كريم عليكم جميعا. رمضان كريم عليكم إن شاء الله. الحقيقة هذا الملف قديم جديد، وملف البنى التحتية وملف الخدمات اللي تعاني من عندها، سوء الخدمات اللي تعاني منها محافظات العراق كافة بما فيهم محافظة العاصمة. تفسيره واضح جدا، هو الإهمال. طبعا الإهمال هذا اللي شهدته البلاد من أيام الحروب اللي العبثية اللي كانت عند النظام السابق، وإلى مرورا بفترة الاحتلال وبعدين الفترة اللي جت من 2003 إلى الآن. حقيقة هذا الملف ما لقى إيد تعالجه بشكل صحيح على مدى الحكومات المتعاقبة، فبالتالي صارت هذه النتيجة، ودخلت لنا ثقافة جديدة هي تعطيل الدوام. يعني إحنا ما كنا نشهد هذا الموضوع. نعم، هذا التعطيل الدوامي يأثر بشكل سلبي على كل دوائر البلد، من تعليم إلى دوائر رسمية إلى دوائر خدمية إلى غيره. نعم. أستاذ حيدر، في ظل تعطيل خطوط تصريف المياه وعدم تطويرها، طبعا يأتي ذلك بما يتناسب مع الزيادة السكانية في العراق، المدن والمحافظات تغرق كل عام من جراء هطول الأمطار، ولكن لو أردنا تحميل المسؤولية، من يتحمل المسؤولية الأولى عن غرق بغداد والمحافظات؟ أكيد سيدي الكريم، هي طبعا الدرجة الأساس من يحمل القرار اللي هو الدوائر الرسمية وعلى رأس الحكومة. طبعا الحكومة فيها وزارة اسمها وزارة التخطيط. وزارة التخطيط هي معنية ومسؤولة عن كل خطط البلد، من خطط استراتيجية بعيدة المدى ومتوسط المدى وقصيرة المدى إلى المشاريع الخدمية الآنية إلى التعامل مع الطوارئ، ظروف الطوارئ اللي أكيد كل بلد ممكن يمر به، منها الكوارث الطبيعية ومنها اللي بنمر به الآن. هذا خير طبعا، هو موضوع تساقط الأمطار بهذا الشكل والعراق يعاني من جفاف الفترة السابقة كلها. هذا خير يعني، ولكن كان مفروض أنه هذه الدوائر اللي هي وزارة التخطيط ووزارة الموارد المائية. أستاذ حيدر، ولكن الحكومات المتعاقبة يعني بعد الاحتلال عام 2003 تعلن بين فترة وأخرى عن مشاريع بنى تحتية جديدة، يعني إذا ما فائدة ذلك إذا كانت بغداد العاصمة ومحافظات العراق المختلفة تغرق مع زخات المطر؟ بالضبط بالضبط. يعني أمانة بغداد آخر ميزانية تقريبا 31 مليار دينار، لم نجد لها على أرض الواقع أي نتيجة إيجابية ظهرت للمواطن. المواطن يعاني الآن، يعني يعاني حتى بدون سقوط خايف الأمطار، يعاني من هذه الخدمات البنى التحتية، المضخات اللي مسؤولة عن عملية ضخ المياه وتحويلها إلى أماكن توزيعها النهائي هي اصلا قديمه وغير صالحه للعمل ولم تحدث، وهذه بالتاكيد تاثر تاثير مباشر على 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 حياه المواطن بسبب التلوث ايضا. يعني لما تكون مشكله ايضا راح تكون مشكله التلوث، يعني لما تصير عندك هاي التيارات ترتفع مناسيبها راح تسبب خلط بين تصريف مياه الامطار وبين تصريف المياه تقليل المياه المجاري، وهذا الحكي ايضا غير مسيطر عليه. هذا يؤمن على انه في وجود شبكه فساد كبيره تعيش فسادا في هذا البلد، وتحول هاي الموارد الماليه الضخمه اللي يحلم بها اي بلد من بلدان دول الجوار وتحولها الى محسوبيات والى امور اخرى، والبلد غير مستفيد من عندها والمواطن متضرر للاسف. طيب استاذ حيدر، اذا اردنا ننطلق نحو الحلول برأيكم، وأنت مهندس متخصص في مجال العمارة، يعني ما هو الحل لعدم غرق العراق من هطول الأمطار؟ يعني كيف يكون الحلول الجذرية؟ الحلول الجذرية طبعا تتم بإعداد دراسة من قبل جهات مختصة لها باع طويل في هذا الموضوع ولها خبرات،
ممكن حتى الاستفادة من الخبرات الأجنبية بهذا الموضوع، ممكن وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى، وممكن وضع خطط طوارئ. يعني احنا الآن ما نحتاج خطط بعيدة المدى بقدر ما نحتاج خطط الطوارئ الآن، لأن الوضع الآن سيء جدا. أما أنه نضع الأمور بدون خطط بعيدة المدى، بدون خطط متوسط المدى، بدون خطط الطوارئ، هذا الأمر يؤدي إلى هذا. فبالتالي احنا محتاجين إلى هاي الخطط، وهاي الخطط يعني معناتها وضع بدائل، وضع يعني مكانات تصريف جديدة، وضع المدن الجديدة اللي بتنشأ الآن يجب أن يهتمون بهذا الموضوع بشكل كبير وبشكل مركز، لأنه يعني البلد الآن في كثافة سكانية. طبعا كان قبل هذا الحكي لازم كان يتعالج موضوع الكثافة السكانية، يعني إيقاف التمدد والكثافة السكانية في بعض مدن بغداد لتحويلها إلى الضواحي، إنشاء مدن تشجيعية للمواطن تسحب إلى مع الاكتظاظ السكاني يزداد الاستهلاك ويزداد المواطن، لما يكون كثافة السكانية في منطقة ما تزداد 20% بعد مرور 5 سنوات، هذا يعني والبنية التحتية في مكانها يعني لا متطورة ولا شيء، راح تدارك هذا الخطر اللي راح يصير. أستاذ حيدر، أنت ذكرت زيادة سكانية، كما تعرف أن نحن نتحدث هنا عن بغداد وباقي المحافظات، ولكن لنتحدث عن بغداد، يعني البيت الذي كان مساحته 150 مترا أصبح الآن 3 بيوت، هل هذا كان سبب أيضا في أن يكون هناك مشكلة في مجال الصرف الصحي؟ هل تعتقد ذلك؟ نعم. واحد يعني كل إنسان يحتاج يوميا ماء العادي، ماء الشرب يحتاج 72 لتر يعني الاستهلاك اليومي. إذا تحسب العائلة اللي كانت مثلا البيت 150 متر يصير به مثلا 5 أو 6 أشخاص، الآن يكونون به 25 شخص، 25 شخص يحتاجون، معناته تضاعفت الكميات الاستهلاكية والكميات اللي بالأخير راح تتصرف. وين تروح هذه إذا هي نفس البنى التحتية؟ وبعدين الجهات اللي أعطوها بعض المشاريع اللي هي مشاريع شبكات الصرف الصحي أو شبكات تصريف مياه الأمطار، لم تعطى لشركات مختصة صحيحة قادرة على القيام بواجبها على أتم وجه. وغياب الرقابة، الرقابة لما تغيب حتى إذا كانت الشركة اللي تعمل شركة على مستوى عالي بدون وجود رقابة ما راح تأدي دورها بشكل صحيح، وبالأخير يعود على مردود سلبي على المواطن بالدرجة. أستاذ حيدر، هل تؤيد أن من يقوم بعمل مشاريع الصرف الصحي شركات أجنبية وليست محلية؟ شركات أجنبية لها باع بهذا الموضوع. نعم. يعني سيدي مال هاي الشركة سيدي مشرق وجيد لا بأس بها، بس يجب أن يكون هناك مراقبة في البلد، يعني يجب أن تكون هنالك طاقات صحيحة تخدم مواطنين يحبون بلدهم يحبون يراقبون هاي الجهات اللي تيجي من برا تشتغل. إحنا ما عندنا إمكانية داخل البلد لا بس نعتمد على الشركات الأجنبية، ولكن مع وجود رقابة، مع وجود حس وطني في المراقبة ومتابعة هذه الأمور، لائدا أن يكونون هذول الناس اللي يراقبوا ويشوفون هاي الأمور ناس متخصصين. نعم. يعني يعرفون إنه ممكن أجيب شركة أجنبية يعني تفيدني تشتغل بهذا المشروع، ولكن ممكن أكو شركة أحسن منها تخدمني، هذا من اللي يحكم به الخبرة. نعم. وبنفس الوقت نحن نهيب بحكومتنا أنه تتعامل بهذا الملف بهاي الطريقة، تجيب شركات متخصصة من برا وتضع خطط بعيدة المدى تعالج موضوع العاصمة وموضوع المحافظات، وحتى موضوع السيول اللي هو أيضا موضوع خطير جدا. موضوع السيول مو الآن يعني أستاذ حيدر، كما تعرفون داخلي. وأنتم مطلعون على ذلك ربما تكونون أكثر مني، يعني هناك هناك محافظ وهناك مجلس المحافظة، كل يرمي سبب الفشل في مشاريع الصرف الصحي على الآخر. يعني هناك من يتهم المحافظ بأنه المسؤول، وهناك من يتهم مجلس المحافظة بأنه المسؤول عن تدهور واقع الخدمات في بغداد وباقي المحافظات. هذه هي المشكلة أستاذ حيدر. وأنا يعني لماذا أنا لا أضع نظام إداري يتابع هذه الأمور بشكل منسق وصحيح؟ يعني ممكن أنا أستفيد من تجارب الدول الأوروبية في هذا الموضوع أو تجارب الدول المتقدمة بشكل عام. أشوف النظام الإداري هذا منو ممكن يعالج؟ هل هو بلدية عالجة؟ هل هو مجلس المحافظة يعالج؟ هل هو وبعدين يعني إحنا إذا وضعنا المسؤوليات
بأيدي متفرقة، كل واحد يكون هو صاحب قرار من جهته، تصبح على المثل القائل أنه لما تكثر ملاحين السفينة تغرق، يعني أنه ماكو واحد صاحب قرار هو يكون مسؤول أمام المواطن يقول له أنا المسؤول عن هذا الموضوع، وبالتالي يعني هاي الخطة اللي أضعها، يعني البلديات اللي موجودة في أوروبا تضع خططها لتنفيذ أي مشاريع تضعها بين أيدي المواطن، المواطن يوافق عليها هم يمشون بها، إذا ما وافق عليها المواطن وهذا الحكي ينعرض وراهم ويتوضح وتنحط الخطة، الخطة البلدية سواء السنوية أو بمدة 5 سنوات، ثم توضع قدام إيد المواطن يشوفها المواطن يطلع عليه. تعتقد أستاذ حيدر أن المواطن العراقي يثق في الشركات العراقية إذا ما قامت بتنفيذ مشروع المجاري والصرف الصحي في العراق؟ تعتقد ذلك؟ إذا ظهرت النتيجة من بعض هاي الشركات وأسماء معينة وظهرت نتائجها على أرض الواقع بنجاح وبرك التجارب وتجارب يعني مشاريعها من بعد التسليم بعد ما أنجزتها وسلمتها للدولة ومرت التجارب جت مثلا مثلا موجة أمطار شديدة أو شيء وعالي ومشت الأمور، هذا النجاح إليه تسجل تسجل رصيد هاي الشركة، ممكن أنا أرشح هاي الشركة أن تشتغل مشاريع أخرى في داخل البلد. بالضبط. ولكن حقيقة يعني من 2003 إلى حد الآن إحنا ما شفنا شركات بالعراق مميزة جدا تابعت المواضيع وطلعت المشاريع بنجاح كامل حتى تصير هي رائدة في هالموضوع. طيب إذا كان هذا الموضوع غير موجود أنا ممكن أستعين بالشركات الأجنبية، ممكن أستعين بتجارب حتى بعض الدول المجاورة مثل الإمارات، ممكن أنا أستعين تجارب أطلب التعاون وياهم وأسوي يعني توأمة وأسوي مع بعض الشركات وأجيبها وأتعامل معها وأقتنع، وبعض المهندسين اللي موجودين في العراق محتاجين يخرجون دورات إلى 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 المدن اللي هي مدن قديمة بها بنى تحتية والمدن الجديدة ويروح يعملون مشاريع. نعم أستاذ حيدر. دراسات ويعملون هذه. نعم. من عمان المهندس المتخصص في العمارة حيدر الحمداني، شكرا جزيلا لكم.